إذا إسرائيل أخذت قرار الحرب كلنا على رأسنا حزب الله بوجة، أما لبنان يأخذ قرار الحرب والسلم بقرار شخص واحد قاعد بطهران أو بالضاحية، لا هي ما بتمشي معنا. ما بتمشي. أنا معي ما حدا فرقانهم شو رأيي فيها، بس ما بتمشي مع معظم اللبنانيين، وهي بنبه منها. وبالتالي اليوم عم تقول انه على حزب الله ان يذهب الى هذا الحوار يلي بيروح على خيار وسطي يضمن له ظهره قد ما بده بس يحل عن ظهر العالم كمان، لانه شو عم نسمع؟ مين حليفه الاكبر كان؟ جبران باسيل. شو خطابات جبران باسيل؟ حله عن ظهرنا كفى. بس هلا لانه اختلفوا على الرئاسه، بتعرف اكيد يعني هلا لو ما اختلفوا على الرئاسه هلا يمكن ما كان جبران بس